وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. طيب، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يبقى القرآن شفاء. طيب، شفاء لإيه بقى؟ ما أدين به أمام الله هو أن القرآن شفاء لما في الصدور، يعني لأمراض القلوب زي الحسد والحقد وسرعة الغضب والغضب الزائد والملل والكسل والنفاق والرياء والعجب وبعض الأمراض العقلية والعصبية. بعض، يعني مثلا أنا مجرب الموضوع ده وعندي حالات من الناس كان عندها اكتئاب وعندها باي بولر، وليس كل اكتئاب طبعا، ولكن هناك حالات من مرضى الاكتئاب ربنا شفاهم بالقرآن. وعلى فكرة هناك نظام في العلاج اسمه العلاج بدون أدوية حتى في الطب المعمول بيه، يعني يا جماعة بتوع السايكولوجي، السايكولوجيست ما بيديكش أدوية وبيعالجك. طيب، القرآن الكريم تدبره نوع من أنواع العلاج بدون أدوية بالقرآن. مش معناه إن حد يقرأ عليك بالقرآن، يعني بتدبر القرآن والمواظبة على ذلك يوميا وعن تجربة المدة لا تقل عن ساعة من التدبر كل يوم. سأضع لكم رابط حلقة القرآن ينتصر مرة أخرى اللي كانت في برنامج ذكرى وعبرة من سنتين الموسم الثالث، هحط لكم الرابط ده لحضراتكم في صندوق الشرح تحت الفيديو في اليوتيوب في الديسكريبشن ولحضراتكم في البوست بتاع الفيسبوك. اتفرجوا على إحدى التجارب الناجحة في علاج الاكتئاب بالقرآن. باقي الأمراض العضوية الطب الإسلامي فيها يتلخص في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بص بقى الطب النبوي اللي يعالج لك الأمراض بقى العضوية التانية، نقرس بقى ومشاكل في الكلى. اسمع، تداووا عباد الله فإن الله لم يخلق داء إلا وخلق له الدواء. يعني إيه تداووا؟ يعني seek medical consultation، يعني روح للدكتور. الطب النبوي هو إنك تروح للدكتور وتدفع كشف وتكشف عنده وتاخد الروشتة وتصرفها من الصيدلية وتاخد الدواء في ميعاده. هو ده الطب النبوي. خلاص، اللي يقول لك بقى هات قشر بطيخ وحطه على دماغك واعمل مش عارف ايه ومش عارف انقع ايات قران في الميه واشرب الحبر، كل الكلام ده انا ما يسواش عندي بصل. من الاخر بقى، خلاص، وده مسيء للاسلام وده مسيء للقران الكريم. خلاص، الطب النبوي اللي قالين عليه النبي قال تداووا، يعني اطلبوا الدواء، روحوا للي بيفهموا. خلاص، ده الطب النبوي. اخ من حبايبي عنده كورونا دلوقتي وحالته وحشه جدا، بقى له اكتر من 10 ايام في العنايه المركزه اهو، عشان هو عنده كورونا. اول 5 ايام ادرك ان عنده كورونا ورفض ياخد اي ادويه واشتغل على حبه البركه والعسل. ايه يا عم ده؟ ما فيش شفاء للناس، ربنا ما قالش فيه شفاء لكل الامراض. الحاجه الثانيه ربنا بيقول شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، ما قالش العسل. شراب مختلف الوانه. انا اعرف بعض الدكاتره اللي قالوا ان المقصود بيه هو العسل مع غذاء ملكات النحل مع سم العسل، شراب مختلف الوانه، عباره عن خليط كده معين. طب احنا ليه بنعمل كده؟ ليه بنحمل الايه اكثر مما تحتمل ونسيء في النهايه لنفسنا ونسيء للقران ونعرض نفسنا للخطر ونعرض نفسنا او نعرض الناس انها تشك في القران. طيب، نرجع للآية 82، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. معقول القرآن هيزود الظالمين خسارة؟ آه طبعا. إذا كان بيعالج أمراض قلوب من يؤمنون به ويتدبرون آياته، فمن الطبيعي إنه هيزود أمراض قلوب الذين يكفرون به، لأنهم لما يسمعوا القرآن، واحد عنده اكتئاب وعنده حقد وعنده غضب وعنده كل أمراض القلوب دي، سمع القرآن فازداد غيظا وازداد غضبا وازداد حقدا وازداد حسدا، يبقى ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. خلص الموضوع. بس هو مش القرآن في حاجة ميكروب بيجيبها للناس، لا، بس الناس اللي بتكره القرآن هيزدادوا بالقرآن خسارة. تمام؟